السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج هنا الكاظمية. نعم مشاهدينا الكرام، سنبدأ في حلقتنا الغديرية بما شهده الصحن الكاظمي الشريف من إقامة حفل كبير بمناسبة عيد الغدير الأغر. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا. بعد عودة خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع، وقف في منطقة تسمى غدير خم ليبلغ المسلمين وبأمر من الله بتنصيب الإمام علي عليه السلام خليفة من بعده على الأمة الإسلامية. وبذكرى هذه المناسبة أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة احتفالية بهيجة. أقامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية أكثر من برنامج في هذه المناسبة في هذه الأيام. في ليلة أمس كان هناك استبدال للراية الخضراء بالراية البيضاء المهداة من العتبة العلوية المقدسة، والتي تم استبدالها ورفعها داخل الصحن الشريف بالتزامن مع رفع جميع الرايات البيضاء في جميع العتبات المقدسة مع برنامج ليلة أمس. في هذا اليوم صباحا كان هناك برنامج عبادي متكامل داخل رواق عبد الله، وفي هذه اللحظات نقيم الاحتفال المركزي لإحياء هذه الذكرى العظيمة المناسبة ذكرى الغدير. عظم مكانة الإمام علي عليه السلام عند الله ورسوله جعلت من حضور المؤمنين جمهورا واسعا من مختلف المذاهب الدينية للمشاركة في الاحتفالية العطرة. تنصيب الإمام علي عليه السلام ليكون أميراً للمسلمين، وعلي بن أبي طالب كما تعلمون هو أمير البلاغة وبليغ الفصاحة، والإمام علي أيضاً كان من عباقرة الشعراء، بل الإعجاز يصف عاجز الشعر عاجز أن يصف علي بن أبي طالب، بل قطرة من قطرة فصاحة وشعر الأمير المؤمنين عليه السلام. نشكر العتبة الكاظمية المقدسة ونشكر الحضور، وإحنا حضرنا من الحضرة القادرية المقدسة ومتوليها السيد خالد منصور الجيلاني. والله إحنا فعلا انبهرنا من جينا هالمكان القاهر، تعجبنا على هالخدمة، والله يجمع العراق إن شاء الله سنة وشيعة، يجمع شملهم إن شاء الله تحت راية الله أكبر وراية علي بن أبي طالب عليه السلام زوج البتول. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تعد هذه الآية المباركة من البراهين التي تدل على أحقية أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة بعد الرسول، إلا أن القوم الكافرين لم يهتدوا إلى يومنا هذا. لبرنامج هنا الكاظمية على الأنباري. إلى ذلك، شاركت العتبة الكاظمية المقدسة في ندوة أقامتها العتبة العلوية بمناسبة عيد الغدير الأغر. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أقامت العتبة العلوية المقدسة مؤتمراً علمياً واسعاً لمناقشة شخصية أمير المؤمنين كونه المجسد الأكبر بعد رسولنا الكريم للشخصية الإسلامية الحقة، وكان هذا المؤتمر تحت عنوان علي والإنسان. ينطلق هذا اليوم المؤتمر العلمي المختص بأمير المؤمنين عليه السلام ومناسبة التتويج له بولايته صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه، الأسبوع الذي عقدته العتبة العلوية المقدسة المختص بمناسبة الغدير. يتضمن هذا المؤتمر العلمي المسمى بعلي والإنسان انطلاقا
من وصيته لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أمير المؤمنين يتمتع بمزايا مهمة ومزايا تلفت الانتباه لكل الإنسانية، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان يتمتع بأخلاق، ما هي النظرة الإسلامية الصحيحة المتمثلة بأمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يحملها في قلبه وفي روحه في تعامله مع الناس سواء أكانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. وشارك في هذا المؤتمر المبارك العديد من الباحثين من داخل العراق وخارجها، فضلا عن العتبات المطهرة والعديد من المؤسسات، وكان للعتبة الكاظمية المقدسة حضور مميز فيها. تلبية لدعوة مباركة من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، حضر وفد العتبة الكاظمية المقدسة المتمثل بقسم الشؤون الفكرية وقسم العلاقات العامة أعمال هذا المؤتمر المبارك الذي يدور موضوعه حول شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وعلاقته بالإنسان، وكإنسان مثل الكمال الإنساني بأعلى درجاته بل بأقصى درجاته، ويمثل حضور العتبة المقدسة الكاظمية المقدسة في هذا المهرجان أو في هذا المؤتمر المبارك هو يعد خطوة في الاتجاه الصحيح وفي الاتجاه الذي تسعى إليه العتبة دائما. مع حلول عيد الله الأكبر يوم غدير خم، يستذكر المؤمنون أميرهم وإمامهم أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو لهم منارا ومنهاجا في حياتهم كلها لكونه الشخص الأسمى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لبرنامج هنا الكاظمية، علي أركان، الصحاف. وفي ذات السياق، أقامت شعبة الرقابة النسوية في العتبة الكاظمية المقدسة محفلها الخاص بعيد الغدير الأغر الذي أقيم في رحاب الإمامين الجوادين عليهم السلام. كان لونا آخر للاحتفال بأمير الدنيا والآخرة، إذا قامت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حفلا بهيجا بمناسبة عيد الغدير الأغر، وذلك بمشاركة براعم الجوادين في مشروع الزائر الصغير. تم إقامة حفل للزائر الصغير التابع لشعبة الشؤون النسوية العتبة الكاظمية المقدسة، حفل بمناسبة ذكرى عيد الغدير الأغار، وذلك في مثقف آمنة بنت وهب. تضمن هذا الحفل حضور مجموعة من الأطفال المشتركين المميزين الذين زاروا الزائر الصغير، كان اختيارهم بحكم شخصيتهم وتميزهم ومعلوماتهم الدينية عن الأئمة الأطهار، والحمد لله تم نجاح هذا الاحتفال ونسأل الله القبول. تضمن هذا الحفل البهيج فقرات عدة قام بها الأطفال البراعم المميزون بمعلوماتهم الدينية والمشاركون بمشروع الزائر الصغير. تضمن الحفل عدة فقرات، أولا بداية الحفل آية من الذكر الكريم ألقتها إحدى الزائرات للمشروع الزائر الصغير، وبعد ذلك نشيد الفردوس العتبة الكاظمية المقدسة، وبعد ذلك نشيد علي أميري، وبعض الأحاديث عن الرسول بحق الإمام علي عليه السلام. قدم الأطفال المشاركون بهذا المحفل المبارك الشكر الجزيل والثناء لمثل هكذا نشاطات لما تحتويه من فكر ونهج أهل بيت النبوة عليهم السلام. أشكر الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة لمشاريع جميلة جدا كهذه. مشروع الزائر الصغير، افتتاحت قرآن الكريم سورة النبأ، جميل جدا كان المشروع، وأدينا مسرحية الإمام علي والرسول وجبريل عليه السلام، أديت دور جبريل، كانت مسرحية جميلة جدا والدور جميل جدا، والحمد لله لأن الله وفقنا وشاركنا في هذا الحفل المبارك. أنا أديت دور النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمسرح وكلش جميل جدا، ورفعت إيدي الإمام علي وقرأت
قرأت النشيد جنة الفردوس، وقرأت ألستوا لكم بأنفسكم فمن كنت مولاه والله أكبر. وتبقى الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة حريصة جدا للنهوض بجيل المستقبل الواعي بثقافة أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، لنرقى نحو مجتمع أفضل. لبرنامج هنا الكاظمية، مريم النجار. مشاهدينا الكرام، قبل ختام هذه الحلقة هنالك تقارير مصورة فلنشاهد وإياكم. مشاهدينا شكرا لطيب المتابعة، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج هنا الكاظمية، ألتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله.